وفي دعم فلسطين، أقلعت الطائرة الإغاثية 19 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الشعب الفلسطيني من قاعدة عبد الله مبارك الجوية الكويتية متجهة إلى مطار العريش، على متنها مواد إغاثية ومستلزمات طبية بحمولة تبلغ 40 طن. أكدت جمعية الهلال الأحمر الكويتي أن هذه المساعدات الإنسانية تأتي في إطار دور دولة الكويت في إغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وبالتنسيق بين وزارات الشؤون والدفاع والخارجية الكويتية، وبتعليمات من القيادة السياسية الكويتية لتلبية احتياجات سكان غزة، وبالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.